استقبل الطيران الخليج أولى طائراتها من طراز إيرباص A320 نيو بعد تسلمها من مصنع إيرباص في تولوز بفرنسا. شكراً لحضوركم معنا لاستقبال الطائرة الجديدة. احنا بالنسبة لنا كشركة طيران أهم شيء وجود طائرة ذات كفاءة عالية. طبعاً احنا بالنسبة لنا احتراق الوقود جداً مهم كشركة طيران أو أي شركة طيران تهتم بهالمواضيع. فأهم الخواص لهذه الطائرة إن هي إن شاء الله راح توفر لنا قرابة 15 إلى 20% في التوفير في حرق الوقود. هذه الله يسلمك طائرة من فصيلة 320 إيرباص، صناعة فرنسية طبعاً أو أوروبية بالأصح. خاصية المهمة فيها الطائرة إن شاء الله فيها كراسي ذات جودة عالية، فالمسافر راح يكون مرتاح فيها. فيها كذلك الله يسلمكم الانترتينمنت، الشاشات الكبيرة لمتابعة أجمل العروض إن شاء الله. ويعد الأسطول الجديد لطيران الخليج الأكثر تطوراً، إذ تواصل إيرباص استثمار ما يزيد على 300 مليون يورو سنوياً في مجال الابتكار والتحديث لأسرة A320. أبرز مميز في هاي الطيارة إن حرق البترول الفيول بن أقل ب 15% من الطيارة القديمة. هذه بيوفر لنا فرصة إن نروح مسافات أبعد من اللي نروح له الحين، أو إن نروح نفس المسافة بس ناخذ لود أكثر للمسافرين والكارغو. إن شاء الله هاي الطيارة بالذات أول رحلة بتكون بكرة على إن شاء الله دبي، بس راح نستقلها على دبي، الكويت، اسطنبول، يعني المناطق القريبة حوالي 3 ساعات.